السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا جماعة. بقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 لمحافظة المنيا. اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي، وكانت نسبة النجاح في المدارس الرسمية 97.97%، بحيث إن حصل 528 طالب وطالبة على الدرجة النهائية وهي 280 درجة. من جانبه قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في المدارس الرسمية كان 98172 طالب، حضر منهم 96003 طالب، بلغ عدد الناجحين 96003 طالب، يعني هم اللي حضروا يعني. وإن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث ممن تقدم للامتحان الفصل الدراسي الأول كان 256 طالب وليهم حق دخول الدور الثاني. عشان تعرف النتيجة هتخش على صندوق الوصف اللي موجود تحت الفيديو أو تحت عنوان الفيديو تحت، وهتضغط على اللينك بتاع النتيجة. المفروض إن أول واحد هيفتح لك الشكل اللي أنت شايفه دلوقتي، هتكتب رقم جلوسك في المنطقة دي وتضغط على كلمة بحث اللي موجودة على الشمال، هيظهر لك النتيجة مفصلة باسم الطالب ورقم الجلوس والمدرسة والإدارة التعليمية وهكذا. تمام، هتلاقي النتائج بتاعت المواد اللي بتضاف للمجموع، هتلاقي نتيجة المواد اللي ما بتضافش للمجموع، هتلاقي التوزيعة الأساسية بتاعت الامتحانات اللي هي درجة النجاح والدرجة النهائية. تمام، لو الرابط ما اشتغلش هيبقى ممكن يكون لأسباب كتير، ممكن يكون ان انت كاتب رقم الجلوس غلط، ممكن يكون النتيجة لسه ما ظهرتش بس هي المفروض تكون ظهرت اصلا، والمفروض ممكن يكون في مشكلة في الموقع نفسه اللي انا حاطه، ممكن انت ساعتها تبقى تدور على موقع تاني او تصبر شوية او تتأكد تاني. بس، فشكرا والسلام.